طيب السؤال المهم، مين تتوقعون اكثر واحد راح يبدع من العيال اول شيء؟ انا احس الاش اللي هو ذا. طيب من البنات مين تتوقعون اكثر واحد راح يبدع؟ احس فنو اكثر لان اميره من سبورت. ترى اول جيم هو اهم جيم يا جماعه الخير، بالبطولات معروفه اهم جيم هو اول جيم لانه هو يحدد نفسيه الجيم الايام اللي بعدها تكون نفسيه اكثر، فلازم تفوزون اول جيم ضروري. اوكي يا جماعه الخير راح نلعب خمسه بنات بلاتات وماستر، لا دايموند وماستر ضد خمسه عيال دايموند وماستر. اوكي البطوله راح تكون فور فن، اتمنى ما يسد بالتريقات، اتمنى انه يكون الوضع محترم للاثنين. المباراه راح تكون فيرست اوف 3 يعني اللي يجيب ثلاثه اول هو الفايز مو نفس برونزات. يلا بسم الله نبدا ليتس جو. ما شاء الله ما شاء الله بدينا بكنترول سنتر، فانو رايح هيك بكنترول سنتر، انا ما العب هيك بكنترول سنتر. انا اسجل العيال صراحه بس راح اكون منصف كندي لقلبي شجع بنكته بس راح يكون منصف. مبدئيا الكومب سيء للفريقين، المفروض يلعبون لوسيو هنا لكن ما في مستحيل مع العيال البنات يلعبون ميرسي. سوزاكي يلعب ايكو، هذا من اسوء مابات ايكو بس يلعبون ايكو الاثنين عادي. تبون نحط على مين؟ على مين نبدا؟ على مين؟ ببدا على اش، انا متفائل بذا الشخص هو اللي بيكرينا. كانك وارد عوافي، حلو الكومبو كانك وارد حرفيا، مو لازم يجيب طاقات اهم شيء يسوي كومبو. حلو راح يمسك برايت، نايس نايس فيها بوزيشن. خلينا نشوف اميره ايش قاعد تسوي. الليتس كان الثاني، اوه الليتس كان صدى شوي، نايس بيم بيم لا تتوتر بيم حلوة. خلنا نشوف انه ايكو جاب، اوه ايكو جاب نو واي من فنه، نو واي نو هلب والله فنه نو هلب. فنو قررت تروح هانزو. الو وات كيف بدي اتيم؟ خلنا نحط الديفا. طيب يا جماعه الخير الديفا حقهم جاب بوم ولا الديفا ذي الحين ما جابت بوم؟ فشوي في تانك دف. طلع ميرا. والله فنه قاعد يجيب الكات صراحة. اح والله فيها يا جماعة كلوز، مو برا كلوز بس يعني يفوزون فايتات يجيب الكات. الو والله ساطية. خلنا نحط لاش الثاني، عندك بوب عافي عافي قرب قرب. سوزاكي احس انها تغير ولا ايش رايك؟ لان حتى فنه غيرت. ايكو زق ذا الباب. راح زاريا، والله في فكره مره حلوه من زاريا يا جماعه. الظاهر يشحنونك على طول ما عليك جرب. يلا 80 شارجر. بحط زاريا بكري. بكتب بكتب. بكتب. بكتب زاريا بكتب زاريا. عند الموضوع. لا تناقز لا تناقز لا تضغط سويس. حلو الباب شيل فنو وحش طلاش. كانها كانها مات. الحمد لله اني فكرت يا جماعه. راح تزاري ميرور ليتس جو. سيناين لا مو سيناين. الو والله اميره اميره وفنه دبسات دبسات صراحه قاب يا جماعه. اميره كنا كورد ولا مو كنا كورد؟ رحنا نروين تكفى جيت العرق اميره ساعد الالم مسكين. سيدك مع كفي والله كلوز صدق والله كلوز. حلو حلو الجيم. تبون نروح الديسكورد حق العيال نسمع مشكلاتهم بما انهم هم الفايزين؟ روحوا بوينت على طول العبوا بوينت. اسمع الكولات اسمع اسمع تي بي وكذا ما عندهم. ما ادري ثلج باكيت سجن والله افضل تي بي. طيب تي بي بوينت فرم نانو بس. صح يا زين صح يا زين صح صح صح. لا ما راح اقول ما راح اقول شيء. العب العب العب. انا حط ميوت يا جماعه ترى ما قاعد اشيشهم. انا حط ميوت
انا ما ادري ايش زيت من هنا بس ما راح اغش احد. طيب أميرة راحت باسيان، وش تحسون الفكرة من باسيان؟ ما لي انا ابو بوينت انا بوينت انا بوينت انا احس باسيان فكرة جدا سيئة، ايش رايكم؟ برتيون 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 بس شلون بس شلون بعد القضية ايش خلاص بتروت. اسمع جب جبلت جبلت اسبك دلت رزن دلت رزن دلت رزن بس 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 سيئة مرة. اوكي بتغير راح تميت شل شل ديفي شل 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 كنسي كنسي ارجع ارجع تايم تو جو ايكو فنو المفروض تروح ايكو الحين اي راح ايكو والله فنو عقلها يا جماعة ساطية ذكية والله ذكية ان شاء الله مو فيها اعطتك ولا باسيان بس اخذ سوزي ترجع بوينت ترجع بوينت يا سوزري سوزري مين؟ سوزاكي سيفير سوزي فور نيت سوزري هذا لعب فرح مالي عندي يب يب بس للاسف ماني قاعد اغششهم هم يسمعوني هديها اتوقع شل 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 سمات كيف رايت 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 اعطي الاثنان ما اثنان ما عليك ما عليك وارد كسفر نار خلاص خلاص لا لا ما اعرف ترى يا جماعه خلصوا فايتهم من الحين تهاوشون كاتشي كاتشي ما تم ما تم ما تم افضل لاعب عرب اكون اكون شل 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 قبل قبل ربع بوينت ربع بوينت اتوقع زاري بيجي من ورا الو او سوزو وانا 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 سنوبل سنوبل بس كنت حلو حلو واحد صفر واو الجيم الاول الراوند الاول كان كلاس صراحه ثاني لا جماعه تذكروا الفعاليه فور فن واتمنى ما حد يشدها اوكي كينجز رو اوكي السلام يا زين سبكتيتر عظيم يا عمري يا شيخ يا الله اكبر خلاص لو لوني السعودي كان الحين حاط الانا اي خلاص ما افك وراه هلو لا حاط الكاميرا على الاوبجكتيف احسسك انه محنك حط الكاميرا على البيلت كذا ما افك والله شروح تخيل ميت شوف كنت غلطان والله مستحيل والله مسكين حشر من فايزر اميرة زبون كيزي ولا ايش رايك والله سطو والله سطو خلاص النان هو يفك كل شيء سولجر يا جماعه العبوا على نون فايزر اقوى سولجر في العالم يا جماعه اميرة كم رانكها والله اميرة ساطيه دبسات مظلومين صراحه دبسات ساطين صراحه التانك والسبورتات لو يركزون بيفوزون يا بس يا جماعه دام في فرح انا اسف انا اسف راح احط الفرح طول الجيم على طريقة الصبح في الفرح يا عيني شال الديفا الله كم يا جماعة اقسم بالله ان هذا الكم من اقوى الكومبوات اللي في اللعبة هذا يلعبونه هذا الكومب لو انه بس كيسي يزن كوارد نوتيلا وسير ماجد واعينكم بس هذول نفسنا بس تحت شوي فهمتوا؟ والله العظيم هذا الكوب مره قوي لك بس ارخص ها يا سلام مره كو... صدق امير تسوي فلانك الو الو قاعد تصرخ بالفويس الحين تفهم ذاك المقطع في التيك توك ليش قاعد خمسه وتصرخ يا عمري يا غد العين يا عمري ما وش سبب البلاد كويسين بالبمات حق الديفا والله صدق ما بالقلب ما مسوي زاري ايش فيك؟ صار القضية بعض اشراف ليش تقرب زي كذا اقتلوني مستحيل يا اخي باع تيما بيغير شكله حتى لو بتغير القرب يفوزك دبل اتس كان والله يفوز ام الفايز لو اجل بس شوي طيب يا جماعه تقييمكم سكن فنو من فاز 1-0 العيال والله شكلها بتصير 1-1 الله يسامحكم يا عيال
طيب يا جماعة الخير لازم تكونوا منظمين التياتكم، يعني الحين عندكم نانو فرح وبوب. أول شيء يبدون نانو فرح فايت اللي بعده بوب. اسمعونك يا زين، اسمعونا. يعني هذا المفروض يسوينه. لا يبدون نانو فرح تكفى. براج يلا نانو. بدون أي شيء. بدون أي شيء. براج وبوب يلا. حرام ضيعتوا التياتكم والله. باقي مني بيستخدم مني بيستخدم يلا 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 بارك بارك ميرسي يلا يلا نواف نانو نانو نانو. عندهم فالكو نانو الفايت الجاي. عندهم نانو فايزر. جي جي. المفروض يسيفون نانو براج لنانو فايزر. يخسروا الفايت الجاي. يلا نانو فايزر نانو فايزر. رجع يعلق سمعك زين. رجع يعلق امس نزل الخبر. رجع يعلق دير السعودي الله يسامحك. يا حبيبي شديفة. والله صاطية. اصلا ديما في العالم ما بقول لك شيء والله بومبات كونسل هذه ما كانت ما صارت تذبح كذا البومبات شو اسم الديفا؟ كاترينا ليه؟ اوه نزل النانو بايزر يا عيني بس اميرة دور الثاني اوه هو يحاول لا زال يراوغ السريع والله بكي خلاص كثر خير الدنيا كثر خير الدنيا صراحة شو خسرتهم؟ والله اميرة نو هيلب يزن يزن اميرة نو هيلب Did you join the lobby? Bro, listen. إيش؟ تشال أربعة الفرح الحال. تبي فما؟ يا جماعة وإيش ذا؟ والله الدبسات. شو خسرت هالفايت؟ الديفا شالت اثنين وأميرة شالت اثنين. ما في واحد بس. سوزاكي سطى. سوزاكي أمر. إيه بس سوزاكي ليش يكري زي كذا؟ شوفوا حل المكان. دم ميرسي بعد. دم ميرسي. الله أكبر. تف دايركت وهد كأنهم يزنوا كوار. يا سلام. على كم سرعة؟ كم سرعة يفنوا؟ سلام البراج ها طلعون فيه براج اتبرج الديفا طالع فيك يا اخي لا تبرج يا اخي سوزاكي يا اخي ايش فيك يا اخي بدل بدل جيب واحد ثاني الديفا طالع فيك لازم تستغل لحظه الديفا يطالع فيك بحط ارجع البنات خلاص يلا فنو جو انا ارجع فنو قهرني والله ودك تشجعهم يا خلاص خليك ما صدقت ان ترى البراج تشجعهم دور الزله يمين يمين فنو سلام الو سلام اوه حلوه حلوه بس رزي رد رزي رد ايش فيها والله والله فيها والله فيها خلاص والله فيها يا جماعه حط الاميره اميره اميره عندها فايزر اميره كل فايزر يصير فيه خمسه نواف اقسم بالله انا قاعد اسوي شغل في بوب في بوب جاي اميره فايزر رزي العم رزي العم تكفى تكفى قبل تموت اوف بس انت تشجع البنات العيال انا قاعد اشجع البنات اميره فايزر يلا اميره خليك لحالك انت معهم يا شيخ انا مع العيال يلا على اوفر تايم يا الله اللي يكون فيها لوسيو ويصير الوضع ركب كذا بسرعه على طول بشون واحد هذا معنى ركب اسلم طلع أيه بوز بوز اوه صار ما لعنه احدث الان في الارضيه وحداوي دخل الله وحداوي صاطي مين يلعب البنات وحداوي على كيفك وش صار يا جماعه بسوي ستارت لو وصلتوه اعلى من دقيقه تلعبون اتاك يلا كانكم موصلينها اوفر تايم ترى كانكم موصلينها اوفر تايم صوتي مره نازل لازم ارفع صوتي يقولون صوتي صوتك عالي صدقني مره عالي مشكله انه فصل يوم بدا الجيم وسوى كاب بس عارف اذا وصلها اوفر تايم خليها درو غيرت كومبكم يا جماعه ليه حدثني يا بعد ما جبت توب 10 كل بجيب توب 10 بامريكا باذن الله الله شوف الان تيم العيال داخلين سطاوه والله صادق اول وبك ثاني وثالث يا عيني اسمع ايش رايكم بالكام وكذا اوه ايش فرتس والله صراحه سبكتيتر موهوب شوف واحد من الشباب والله الجيم اعصاب صراحه بس احسه رايح للعيال صراحه مره مو اعصاب الجيم صدق لا اعصاب مره يا اخي لازم نعطي قناه يوتيوب نضيع محتوى شوف شبت والله كريم ساطي يا حبيبي والله ساطين اقسم بالله ساطين العيال يا عمري يا العيال يا سلام انا قاعد اصفق عموما بس مو قاعد يطلع الصوت حطنا نايس والله مستعد يا جماعه الحين اذا وصلها اربع دقائق وش نسوي؟ خلاص خلينا يلعبون اتاك مره ثانيه ما مر في الجيم يا سلام الله اكبر هذا سلم يا عمري يا عيال ادعس الله يكلهم نيدس انا نيدس في جروب لا صوتي ليفنج فرت انا اقول لازم تدخل مع تيم البنات والله لاقلب الجيم تحداني لا. والله يلا سوي والله لاقلب ام الجيم لا خليهم هم يحسون سبون اسمع لا. معي اربع بنات خليهم يبكتوني كم اقسم بالله الجيم الجاي وانا اعلق الحالي عطني قناه يا جماعه لو سويتها كم لي
بحميد اتحداك يزن اتحداك خلاص شوف 4 دقائق و 55 ثانيه يعني اقوى من كذا ما راح يكون خلاص باعوا القضيه بعد خلاص تجوز تدخل خارجي يا اما تعطيهم لاعب سادس يا اما تدخل جيم والله خمس دقائق كثير خلاص 4 دقائق و 40 ثانيه يعني صراحه هذه مباراه هذا شوط اضافي حق المباراه يلا خذ تك واحد وتفوزون ذا الجيم يا شباب اليوم امام الملأ ليه 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 لي. الناس صارت ما تخاف ربها يا اخي تكفى والوضع صعب الان فاز. دخل التور بسطة حاط التورت حقه بك قريب جد ادخل التور تكفى اصلي جماعه سووا كابل سووا كابل بوينت كامله ما يحتاج تك جاب يوصلون مره ثانيه عطهم وقت يوصلون للاخير بعد مره ثانيه عيب يا اخي والله عيب الله يزن لازم تدخل خلاص خلاص اخذ تك اخذ تك وش تحسون الفكره؟ $100 لهم ايه ايه شيها بعد القضيه شلون هولد كلوز الحاله ها السلام طيب يلا فنوا لسات كذا بدنا ريسبكتيت على البنات بس احس ديما مسكينه ما بديت اسوي شيء والله يا اخي هي تيم بلاي صراحه تيم بلاي يعني صعب يكيركم يا جماعه تحسون ان كنا يعني مسوين فير الوضع والله صدق ما احس انه في ظلم صح ولا لا؟ ترى طولنا عشان نجيب 5 بنات والله مستوى كويس في عيال كثير يلعبون بنات قليل مره هو كل جيم نو هلب صراحه الواحد من البنات يعني عندكم اول جيم كينجز رو او اول جيم لجانك نو هلب فن واميره بعدين التانك والحين الحين حنا حنا اللي يتفرج حنا اللي يتفرج حنا هيل حنا سند هيل والله نو هيل خلاص البنت انعطى والله الو اي جت اي جت سم هيل والله مو من فير صدقني عطت هيد يزن يقول الجيم الاول كان فير يا لبدة انا ما ادري صراحه بس قال لي كان فير اجيت جيم الثاني الجيم الثاني ما شاء الله كان ارخم 5 دقائق وصلوا والله الجيم الاول كان كلوز اول روند بس ما ادري ايش صار فيهم خلاص هجف ها عرفوا عرفوا يتعاملون معهم يا رشاش رش كنت لعب نفس الرانك دايموند ماستر بس للاسف انه في 2 كونسل وعد والديفا ما في بنات ما في ما احس مشكله وعد والديفا بعد احس العيال كانوا ساطين شوي كتيم 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 قاعدين يسوون مشابه البنات تحسهم سولو يسارك يسارك هانزو معيزن هلا العيال قاعدين يلعبون كتيم مع بعض والله بس البنات حرفيا سولو مره الديفا ترمي بوم فنو يلا جيبي هيد تدري ايش حد غش المفروض البنات يفوزون انا اشوف نشتري سماعه للفن عنده سماعه عنده سماعه مزاكت بس والله غاليه مره بعد اي ما لخلك تلعب منت العط اوه اوه والله ودت مطفين صوت الجيم حاطين صوت الستريم يسمعونا الحين شكل هذا السبب جماعه والله فن ساطيه صراحه شوف موجوده صراحه لمسه لمسه موجوده صراحه هذا شيبي طب كسر صح؟ الله المستعان رينجر يلعب اي رول جاهز اوه كنت تركبهم يوه والله يا بغى يجيهم لا يعلق مره ثانيه فوز جدا فوز فوز جدا بعد الفايت مالك انت قاعد تهديد السوالف سوالف حدث حدث يشتغل الحين اشتغل 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 يا جماعه اشتغل والله باردس قاعد يشيل والله والله قاعد يشيل قاعد يتفرج على كيسيه كثير ذا والله سلسله من البرونز الى الجراند تخلص 3 دقائق اسلم يا رزي والله حلوه هم بيروح يزن بياخذ اجازه فتره يا اخوان ما في بريك تويتر كله سب بيجيني اكتئاب يستاهل صراحه يستاهل بريك بعد الانجازات اللي سواها صراحه يستاهل بريك ايش رايك بسكين اميره؟ والله حلو والله 20 على 3 1
يعني 20. هلو ترس بنا بدون ترس كيتر. وين ترس كيتر تكفى؟ ما يحتاج ما يحتاج. واثق واثق. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. البك الاول تكفون. عاش. ما شاء الله سبورتات تيمة ما شاء الله يعني اعداء مو سبورتات والله. اي لونا طركم هيل هذا يا دبل نواف هيل. طيب راح ازيد الوقت تستعمل تراسكيتر. نايس حلو الهاك والله لعب. لا 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 في لبسه في لبسه في جيم سيتس نبكام على وعد. يلا سلام. ايوه والله خليني اخليها سبراي. والله خلاها سبراي قفل عليها برادس والله مستعان. والله شوف بلات ما قصروا. والله والله ما قصروا صراحه بس يعني دخلت اربعة. والله شلون عاش. اي كيف سحيق دخلناه مع العيال. كيف استخدم رانكر؟ ماستر يا جماعة والله ممكن نسوي جزء ثاني بعدين بس ترى ما حصلنا والله. لازم لازم لا لا لازم تنقيح. لازم كل بنات كلها بيسي. وبنجيب عيال فاشين المرة الجاية. يجيب الخالي اللي انبهت انكراش. ضروري. اتمنى اللي قد كنسل لانه يخسرون فيه فلوس كثير على الفاضي. خايف على اموال المسلمين. لا يمديهم الفلوس ذي يطورون فيها طرق قصة واللعبة تجيب دعم اكثر. انا ما اتوقع انه في كثيرين يتابعون الليج نفس زمان. يعني تخيل اقل لاعب في الليج اقل لاعب يستلم 21000 ريال بالشهر. لو تحسبها بالسنة يطلع لهم كم كثير مرة. وهذا اقل لاعب. كيف تحط المبلغ كامل على تطوير طرق القصة اللي انت ما عندك فلوس عشان تطورها؟ هم نفسهم قليل ما عندنا فلوس. هذا غير ان احنا عندنا بطولات بتصير قوية. الدوري السعودي الحين ما يمديهم يرفعون جائزة البطولة. بدل 160000 يبدون يخلونها اعلى، السنة دي بيخلونها اعلى من الليج، لان الليج ما موافقين. فلما يكون ما في ليج عادي تكون في جيمرز لايف بطولة عليها مليون ريال، عادي جدا. مليون ريال. مليون دولار. مليون دولار. الله بالراحة. شوف مليون دولار. مليون دولار، مليونين دولار، طلع مليون دولار. يلا. حلو سكن صراحة. شلون ايوه فايزر ودنا فايزر ودنا فايزر يا شيخ. قالوا والله فيها يا جماعه. والله والله صدى والله. رجعوا رجعوا للجيم من بعيد. سكندن سعود العيال يلعبون برجولهم. نقول العيال يلعبون برجولهم. تسلم رجلك يا برد. اكثر واحد من عليه عرفت عادي. صرصور انت معنا يا صرصور وش تبي تسجل بعد؟ صرصور مع فريقنا يا الديف عندها بوم. هذه كل بوم تي اربعة. حلوة انه طبعا اكبر حاسب في البلد. البوم كان سيء صدق. البوم كان سيء. البوم كان سيء كلهم كانوا يمين. البومبادا كانت ترميها زي كذا. كان بتجيب بكينك على شيء. صدق البوم سيء. لو حطيتها يمين كان شال اثنين. والله يا اكبر حاسب في البلد مطمئن. الله فنو نو هلب. تم سعود. كيف تتربل؟ اليوم بتلعب بعد شوي. بيخلص كل وحدة يا خالي. اليوم انا في برونز ما ادري مين. ممكن اجيب فيك دوم ذاك. طيب تيجي تعال. اي انت تخسر. تخسر صدقني. طيب يلا تعال. تعال. والله لخليك نفس سلطان واقوى منه بعد. حدك تفوز. ها تجي. ها توتر. توتر اي توتر. اجي يا زلمه خليني اخذ حلقه والله لا اجي ما ودي احرق الكرت هذا عليك. يا ولي الموضوع مو بسهل. انت حسبه سهل يا متابع. اعطيك محتوى والله مو طبيعي. شوف شوف خليني اخر بوس اخر بوس البوس الاخير كذا خلاص. نعم كسونا فايزر. يلا 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 كسونا فايزر. يلا 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 يا جماعه يلا كسونا فايزر. هيا فنو كسونا فايزر. يلا وات ار يو ويتنج. اخيرا طولتوا مره ما شاء الله. ليش؟ ليش كذا قعدتوا؟
تاخر 40 دقيقه مره طولته. وعد الحلم كله نواف دخل عليهم بنيت قفل احلامهم كلها خلاص. كل سكستبل كل اللي كان ظاهر بعيونهم راح. النانو يا سلطان النانو والله ذاك اعظم مقطع. يا نواف اسطى لاعب في البلد وعد الحلم قتل جميع احلامهم. ما كنت فاكر 2-2 والله هذا فاكر شالت واحد بالبوم. مالك مالك اخر فايت اخر فايت وعد ما قلت شيء اخر اخر فايت يا وعد اخر فايت وعد البالك ان شاء الله الجيم الجاي. ليش تبك ليش تبك على وعد شكرا دلع على الشينج اوف توب. ثانك يو. شكلها خلاص خلاص والله خلصت خلاص خلاص راحت جي جي الله يا عيال يا عمري يا عيال يا عمري الله جي جيز ما في جي جي ما في ايزي لا تفكوا والله عيال محترمين تقييمكم للفعاليه من 10 انا شوف بنات ما قصروا والله والله ما قصروا.